إخوة الإيمان، مع هذه الكلمة التي نختتم بها كلمات هذه الاحتفالية، وليس ختاما لهذه الاحتفالية، فما زال أمامنا صلاة الغائب على أرواح شهداء مسجد الروضة والابتهالات والمدائح النبوية. ولكن مع هذه الكلمة لعالم الأمة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله، يا رحمة ربنا المهداة، ويا نعمته المزداة، ويا خير خلق الله، جئنا اليوم في ذكرى مولدك نقترب من محبتك ونتدارس سيرتك التي هي أشرف سيرة في الوجود، عل أمتنا تع الدرس واعيا. يا سيدي يا سيدي، قد جئت بابك سيدي، ومكثت أدعو الله دون ترددي، فرأيت أني في أعز سعادة، وبأن كل الفضل أضحى في يدي، وعليك أكثرت الصلاة بروضة، فرأيت أني في مراقي السؤدد، لم لا، وأنت المجتبى والمصطفى، لم لا، وأنت لنا المشفع في غدي. أنا لست أخشى الضنك في دنيا الورى، وخزائن الرحمن لما تنفدي. أنا لست أخشى من ظلامة ظالم، أنا لست أخشى من عداوة معتدي، أنا لست أخشى زلة أو ذلة، خير البرايا شافعي ومؤيدي. أنا لست أخشى الضيم أو قهر العدا، وأنا المحب لآل بيت محمد. أمتنا الإسلامية في كل مكان، أبناء مصرنا العزيزة، إن الحادث المأساوي الذي تجرعنا، والذي كان جرحا غائرا في أمتنا، بعيد كل البعد عن دين الله وعن تعاليم رسول الله وعما قاله القرآن، وهو يقرر: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل إن رسولنا يتبرأ ويقول: من حمل علينا السلاح فليس منا، ويقول: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يدعو لعصبة أو يغضب لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هكذا يقول الرسول: ليس مني ولست منه. ويقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول صاحب الذكرى: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن واحد لكبهم الله في النار. هذه تعاليم صاحب الذكرى التي تبين لنا خطورة هذا الحدث المأساوي، من أجل أن تنتفض الأمة مع قواتها المسلحة مع شرطتها، ولا تدع الأمر لأحد، بل عليها أن تشارك، لأننا جميعا في مركب واحد، لو غرقت سيغرق من باشر خرق السفينة، ومن لم يباشرها لسكوته على المنكر، لعدم مقاومته لموقفه السلبي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء، كما بين عليه الصلاة والسلام
بالسفينة التي بيّن فيها أن من خرقها يغرق ويغرق كل من في السفينة. فعلينا أن نحافظ على الوطن وعلى الأمة، وأن نعلم هذه الخطورة وهذه المأساة. نعتذر لك يا سيدي يا رسول الله عما حدث، ونتعاهد ونتواصى أن نكون على قلب رجل واحد، وأن ننفض عن أنفسنا هذا العار الذي حدث والذي ما كان ينبغي أن يحدث بحال من الأحوال. سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن في ذكراه نقول له نحن على العهد: يا سيدي يا رسول الله، كن شفيعا لنا يوم نلقى الله، لي في شفاعتكم يا سيدي طمع، فاشفع لنا نحن بعض من رعاياك، من آل بيتك فرع في كنانتنا، من أمهم نال خيرا من عطاياك، إنا نحبهم إنا نقدرهم في الذكر. وصى بآل البيت مولاك: إن المودة في القربى تجمعنا، في جنة الخلد يا طه بأخراك جئنا نناجيك، ندعو الله في أمل فهل يرد فتى بالحب ناجاك، حاشاك يرجع من ناجاك دون قرى، أو أن يعود حزين القلب حاشاك، إن الخلائق يا طه بأجمعها لولاك ما رحمت والله لولاك. في هذه الذكرى العطرة نضرع إلى الله سبحانه أن يجعل مصر في أمانه وضمانه. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم شهداءنا يا أرحم الراحمين، واجعل مصر وسائر بلاد المسلمين في أمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.